صباحو 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 صباحو، حلوة الصباحو النهاردة وليها طعم تاني. لا ما انا لازم ابدا اتكلم بقى. تلاتة صفر على برشلونة بميسي بعد ما خسرت الماتش الاولاني 4، رجعت كسبت 3. لا 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 كتير كتير عليا. هو انا المفروض دلوقتي مثلا اقعد اتكلم في الكورة واجيب الايباد بقى اقعد اتكلم تاكتكس ولا اعمل ايه؟ اهدى اهدى انت مالك اعصابك. تلاتة ده كتير. مش قادر، الانترو ده مش هيخلص. ياما قلنا الكوره ملهاش كبير وفيها كل حاجه واي حاجه ممكن تحصل، بس مش مع روما. انا اتعودت دايما اشوف الحاجات دي بتحصل لغيري وافرح لهم هم، بس مش معايا انا. طب عارف لما اتكلمنا على المباراه المثاليه اللي لازم تقدمها وكل لعيبك يبقى في يومه وكل لعيب الخصم ما يبقاش في يومه ويبقى الحظ ماشي معاك بقى وايه مديك؟ اهو روما قدموا المباراه المثاليه دي فعلا وكل لعيب كان في يومه وميسي ما كانش في يومه، بس حتى الحظ ما رضاش يدينا وكسبنا 3-2. اون جول في الماتش الاولاني وفرص ضايعه في برشلونه وفي روما، وتير شتيجن بيتالق وبيصد كل حاجه، وبالرغم من ده رجعت في الماتش وكسبته 3. اصلا اتعودت في سيناريوهات الماتشات ان الفرق اللي بتضيع فيها فرص بالذات لما تبقى بتلاعب فرق اقوى منها في الاخر بتندم على الفرص دي وبتخسر. فلما الحكم صفر واكتشفت ان الماتش فعلا خلص اكيد ما كنتش مصدق. اهدى 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 بالراحه بالراحه. والله العظيم انا ما رضيتش اصور امبارح بعد الماتش على طول علشان مش عايز اقول كلام يستفز الفريق الخصم، لان ده مش هدفي خالص بالحلقه دي. انا مش قادر اتخيل ان انا اصلا قلت الجمله دي. الفريق اللي انا بشجعه عمل معجزه في الكوره وكسب ماتش، وبالتالي لازم اخلي بالي من الكلام اللي انا بقوله لاحسن جماهير الفرقه اللي خسرت تزعل مني. والله العظيم ما متعود على الموقف ده خالص خالص. قلنا بالراحه بالراحه. 3. والله العظيم هتجنن، انا مش مجهز الكلام اللي بقوله ده بيطلع لوحده، الكاميرا شغاله وانا بصور. يا جماعه في ناس كتير قوي بتحب الكوره وبتعشقها وبتتنفس كوره صبح وليل ومغرب وعصر وعشاء وطول اليوم كل يوم، وانا زيكم اكيد واحد منهم. من الناس دول في اللي حظه كان حلو شويه ونصيبه طلع مع فرقه بتكسب ومعوداه على الافراح والالقاب والانتصارات. في ناس تانية بقى حظها اقل شويه لان مع الفريق اللي بتشجعه بتشوف ايام مره اكتر بكتير من الايام الحلوه، لدرجه ان انا في اوقات كنت بسال نفسي هو انا ليه بعشق الكرة قوي كده وبديها كل المجهود الذهني والنفسي ده اذا كانت هي بتديني قليل قوي؟ بترد لي الجميل نقط بالقطاره، بس اللي بكتشفه كل مره ان النقطه اللي هي بتردها لك في يوم واحد حلو بتغطي على مليون يوم تعيس. والموسم ده بقى الكرة اخيرا حست بيا وقررت ان هي ترمي القطاره وتفتح الحنفيه على الاخر. وصول لكاس العالم ووصول صلاح لنصف نهائي دوري الابطال ووصول روما كمان لنصف النهائي بعد ما يرجعوا يكسبوا برشلونه 3-0 بعد ما كنا خسرانين 4-1 في الماتش الاول، كل ده في موسم واحد؟ لا لا لا، الكوره بجد بنت لذينه وسيناريوهاتها مش طبيعيه. يعني واحده من احلى الحلقات اللي عملتها السنه اللي فاتت كانت حلقه ريمونتادا برشلونه على باريس سان جيرمان اللي عاش فيها كل واحد بيحب الكوره وبالذات كل عاشق لبرشلونه يوم مش طبيعي، اثبتت لنا فيه الكوره للمره المليون ان مفيش حاجه فيها مستحيله بس احنا بننسى علشان ترجع بعدها بسنه في نفس البطوله وتدينا رومانتادا المره دي والضحيه تكون نفس برشلونه اللي فرحتها السنه اللي فاتت. وبعدين الماتش الاولاني دي روسي يجي يطلع الكره تخش جول وبعدها مانولاس تخبط في رجله وفي القايم وفي رجله وتخش في سيناريو مش طبيعي. فنرجع في ماتش العوده يقوم دي روسي ومانولاس مسجلين اهداف الفوز والصعود لنصف النهائي، ده سيناريو يخش العقل. وبعدين يجي واحد يقول لك لا اصل بتوع الكره دول بصراحه بيبالغوا وبيزودوها قوي، ما اعرفش بتحبوا الكره قوي كده ليه؟ بنحبها ليه؟ لانها في لحظه واحده بس ممكن تنسيك كل حاجه وتحسسك فعلا انك اسعد بني ادم في العالم. وبعد اطول مقدمه في تاريخ البشريه ارزع اللايك على يوتيوب واعمل السبسكرايب على يوتيوب برضو، ويلا بينا بقى نخش في التفاصيل. التفاصيل خش لي يا ابني. اكتر حاجه قهرتني بعد ماتش كامب نو ان روما فعلا ما استحقوش ان هم يخسروا بنتيجه عريضه قوي زي 4-1، وقلت ان لازم يتحط علامات استفهام كبيره على اداء برشلونه، بس ما كانش قصدي لمباراه العوده بصراحه، كان قصدي لمباراه قبل النهائي لان ما كانش عندي اي امل ان روما ممكن يعمل اللي هم عملوه ده، لان البارسا واجه مشاكل قدام تشيلسي وواجه مشاكل قدام روما في الكامب نو، بس دلوقتي ما فيش اي اصلاح للمشاكل لحد ما تحولت
الى كارثه. فالسؤال هنا ازاي روما عرفوا فعلا ان هم يقلبوا النتيجه ويكسبوا 3-0 على ارضهم؟ العنصر الاولاني طبعا ما فيهوش شك ولا كلام هو الجمهور. لما تبقى خسران 4-1 خارج ارضك والملعب والاستاد يتباع كليا بالذات، وان استاد روما اللي بيشيل 80,000 ده اصلا ما بيتمليش، اخر مره اتملى كان في ماتش اعتزال توتي وفي ماتشات نادره جدا، فده مثال رائع وجميل على الولاء والانتماء من الجماهير والدفعه المعنويه المهوله اللي ممكن يدوها للعيبه. والعنصر الثاني طبعا هم لعيبه روما اللي كل واحد فيهم كان فعلا عايز الانتصار ده اكتر من كل لاعب في البارسا. من الحاجات العجيبه اللي في الكوره ان ساعات بالرغم من الفلوس والصرف واللعيبه والنجوم والمهارات والاسلحه، ساعات الموضوع بيرجع لحاجه بسيطه جدا، اتنين عايزين حاجه واللي عايزها اكتر هو اللي بياخدها. فاكرين قلت ايه لكيكي واحنا بنتفرج على ماتش الكامب نو؟ الماتش ده اهم لعيب فيه دي روسي. دي روسي لو عمل ماتش عمره حاجه، ولو كان مالت هنشيل ال 90 دقيقه اللي انا شفتهم من ديروسي امبارح دول فعلا ما شفتهمش من زمان قوي، وده طبيعي لانه عنده 34 سنه وبيلعب ارتكاز، بس لما بيديك الماتش ده محدش تاني بيقدر يعوضه ومحدش بيقدر يوقفه. ايدن جيكو اللي الاداره كانت هتموت وتبيعه لتشيلسي الشتا اللي فات عشان تدخلها قرشين، وهو اللي رفض واصر على البقاء في روما، تحول لوحش قدام امتيتي وبيكي. ستروتمان ركب رئه ثالثه على الرئه اللي عنده وتحول لكانتي. وطبعا بقى مانولاس اكتر مدافع اندر ريتد في العالم. اللي اكبر جميله كنتي عملها في حياته لروما انه لما جه يشتري مدافع من روما اختار روديجر وساب مانولاس. انا بالنسبه لي كده المدافع مش مجرد طول وعرض وجته وسريع وقوه، لا، اهم عنصر عند المدافع هو المخ والذكاء في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ودي حاجه بيمتاز بيها مانولاس اللي شعوره واحتفاله بالجول التالت هو احلى حاجه ممكن تمثل كل واحد كان بيشجع روما امبارح. وطبعا بقى العنصر التالت هو دي فرانشيسكو، المدرب اللي جه من ساسولو عشان يقعد في كرسي اكبر بكتير منه، من شخصيته ومن امكانياته، وشخصيا توقعت ان هو هيترفد قبل نهايه السنه اللي فاتت. وصل لنصف نهائي دوري الابطال بعد ما خرج اتلتيكو وكسب تشيلسي وبرشلونه الاثنين 3-0 في الاولمبيكو. دي فرانشيسكو عمل كل حاجه ممكن ترعبني وانا بتفرج على الماتش ونجح. ده معدل تمركز لعيبه روما على مدار ال 90 دقيقه، وفي 6 لعيبه معدل تمركزهم كان في نص ملعب البارسا، 6 لعيبه من 10 يعني اكتر من نص الفرقه كانت واقفه في نص ملعب برشلونه. ضغط عالي رهيب من اول دقيقه، وانه يقدر يستمر للدقيقه 90 كانت اكيد حاجه داخل فيها جرينتا وروح وادرينالين وجمهور وعوامل كتير. وفي ظل اعتماد البارسا الكبير قوي على سيرجيو بوسكيتس اللي ما كانش في يومه ولسه راجع من اصابه لاخراج الكره من نص ملعبهم، بدا اللجوء لكرات عاليه كانت كلها من نصيب مانولاس وفازيو وجيسس. خوان جيسس اللي كل واحد بيشجع انتر ميلان ممكن يبصم على كلامي ده بالعشره انه ما بيعرفش يلعب كره اصلا. جوان جيسس ده امبارح ما خسرش ولا كره عاليه ومحدش عدى منه، وطلع تقريبا 6 كور من نص ملعب روما فيها خطوره. عشان كده بقول لكم ان واحد من اهم عناصر المباراه المثاليه دي ان حتى اسوا لعيب عندك في الفرقه يعمل ماتش فوق الخيال. وطبعا لجوء دي فرانشيسكو للعب بثلاثه في خط الظهر كان معناه ان الظهير اليمين والظهير الشمال كولاروف وفلورينزي هيطيروا الاثنين في نفس الوقت ويعيشوا في نص ملعب برشلونه، وساعتها سميدو الظهير اليمين ويوردي البا الظهير الشمال بيبقى عندهم مشاكل اضافيه، لان بالاضافه للمهاجمين اللي اصلا موجودين عندهم اللي هم ناينجولان وباتريك شيك، ففي كمان اثنين وينجات بيطيروا عليهم وبالتالي بيختفي تماما دورهم الهجومي. بس مهما قعدت اوصف في تكتيك فالفيردي او روح لعيبه روما او جرينتا الجماهير، برضو لازم نتكلم على واحد من العناصر المهمة برضو في المباراة المثالية دي، وهو مستوى الخصم. مين اللي كانوا لابسين ازرق امبارح دول في الاولمبي؟ معقولة ان الاستهتار والتخاذل والثقة الزايدة في انك كده كده هتصعد لنصف النهائي والمباراة الاولى كانت كافية توصل للدرجة دي؟ ما تحاولش تقنعني ان لعيبة البارسا كانوا بيحاولوا يلعبوا على مدار 90 دقيقة وروما مش مخلينهم يعرفوا يلعبوا، مصعبين عليهم الماتش بس مش عارفين يخليهم يعملوا ولا هجمة واحدة عدلة. وفجأة بعد الجول التالت تلاقي بقى ايه التتار البرشلوني جاي واللعيبه بتجري من كل حته وضغط عالي والوينجات طايره وهجوم كاسح، كان فين الكلام ده من الاول؟ وطبعا لازم اقول ان فالفيردي ادار المباراه بشكل غريب وعجيب. لا ثانيه كده، معلش ما ينفعش اقول الجمله دي اصلا، لان هو ما ادارش المباراه من اصل. من ماتش الكامب نو كان واضح ان ناحيه اليمين فكره سيميدو قدامه سيرجي روبرتو شلت الجبهه دي كليا، فازاي ما رجعتش تبدا بديمبيلي تاني؟ هو انت شاري اللعيب ب 120 مليون يورو علشان تقعده على الدكه في ربع نهائي دوري الابطال وتنزله في الدقيقه 85 لما تبقى خسران؟ وفوق كل ده
مداري المباراه اصلا كان ماشي في اتجاه واحد من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 85. روما ماسك كوره ومسيطر على اللعب وبيوصل للمرمى وكل شويه بيسجل. عارف لو الثلاث اجوال كانوا جم في 10 دقائق كنت ممكن اقول لك ان فالفيردي اتخطف، بس ده الاولاني في الدقيقه 6 والثاني في الدقيقه 58 والثالث في الدقيقه 82 ومفيش ولا هجمه محترمه للبارسا وانت قاعد بتتفرج. مستحيل يكون كل اعتمادك وكل كروتك محطوطه على لحظه سحريه واحده من ميسي يجيب لك بيها جول ويخلص بيها الماتش. فالفيردي استنى لحد الدقيقه 81 عشان يعمل التبديل الاول، ولما قرر يخرج انيستا وبصراحه قلت ساعتها يا ده هينزل بقى باولينيو يقعد يضغط ويفرك ويعمل فاولات في نص الملعب، وفوجئت انه بينزل اندري جوميز. وبعدين ما شاء الله اندري جوميز سره باتع يعني، بخلاف مستواه الراجل نزل من هنا التالت جه بعده بدقيقه. والكوميدي في الموضوع ان الناحيه الثانيه تبديلات دي فرانشيسكو كانت بتقوي روما من عدت جنكيز اوندر لسه عيل صغير نزل مكان باتريك شيكو وعمل اضافه وحيويه كبيره في الناحيه اليمين، وشعراوي اللي نزل مكان ناينجولان اللي هو اصلا كمان ما كانش في يومه هو كمان كان بيضغط وبيجري وعنده سرعه وعمل اضافه. والكوميدي بقى في الموضوع ان التبديلين بتوع روما جم قبل التبديل الاول بتاع البارسا بالرغم من ان الماتش ماشي في مصلحه روما. لا بجد الله يكون في عونكم. بس بصراحه بعد ما قلت كل الكلام ده ففي شويه تناقضات جوه دماغي، لان دي الهزيمه الاولى برده لفالفيردي من بدايه الموسم، والراجل لحد الاسبوع اللي فات كان بيمتلك اقوى دفاع في الليجا واقوى دفاع في الشامبيونز ليج. هو صحيح ان لما الهزيمه الاولى جت كانت كارثيه، بس هو فاضل لا يحسد عليه لان حتى ثنائيه الدوري والكاس مش هتعوض اللي حصل في الشامبيونز ليج السنه دي. وبعدين نقدر نقول دلوقتي ان برشلونه رسميا عنده مشكله وازمه في دوري الابطال. ثلاثه اليوفي في تورينو السنه اللي فاتت برده في ربع النهائي ممكن تعدي، بس ثلاثه روما السنه دي لا تغفر. وبصراحه في حاجه كمان برده مش قادر افهمها ومش قادر الاقي لها اي تفسير جوه دماغي، ازاي ميسي اللي عامل موسم خيالي من بدايه السيزون يختفي بالشكل ده في مباراه ربع النهائي كليا في الذهاب والعوده؟ ممكن الاصابه اللي عنده تكون مؤثره للدرجه دي واحنا مش عارفين؟ وبعدين نقطه ان مع اختفاء ميسي تختفي كليا خطوره البارسا، هل يتحمل كل مسؤوليتها فالفيردي ولا ايه؟ اسئله بصراحه في ظل نشوه السعاده والفرحه اللي عندي مش قادر افكر لها في اجابه، فسمعوني اجاباتكم انتوا في الكومنتس. بس كده خلاص هقفل الحلقه. ايه مستنيين مني حاجه ولا ايه؟ مش فاهم. وانت هتعزم عليا لو روما كسب؟ ده هتعزم عليا بس قول خلاص. انا قلت برنس يا عم لو كسبوا هتعمل ايه؟ لا يعني لازم تفكر في حاجه وقول لي انا دايس. خلي الجمهور هو اللي يقرر، بس بلاش حاجات حاليه. مش هعلق شعري عشان بس ايه عشان نقول احلى شعر. لا ادمت خلاص بقى. سيبوا تعليقاتكم تحت في الكومنتات على ايه اللي يحصل لو اللي هو بيقول عليه ده. طبعا الله العظيم اي كلام. ما اقول ايه طيب؟ لا ترجم لي. ولو توقعي فعلا نجح ان هو يخلص على البارسا فليكوا عندي احلى جيف اواي في تاريخ صباح الكوره. لا ده احلى جيف اواي في تاريخ الكوره ويوتيوب كله. طيب بما اني خسرت التحدي فواحد من اكتر الكومنتات اللي واخد لايكس هي اني اقدم خمس حلقات وانا لابس تيشرت لاتزيو. بس في كومنت تاني عجب عرفي وكيكي ومرعي قوي، وبما انهم كانوا قاعدين معايا في رد الفعل فعايزين يمشوا رايهم. وبما ان التحدي ده برده مستوحى من واحد من الكومنتات اللي تحت فيديو ردود الفعل فهو ينطبق مع الشروط والاحكام. اما عن الجيف اواي فبصراحه انا ما كانش في حاجه في بالي وما كنتش مجهز لحاجه لاني ما كنتش عامل حساب اليوم ده واللحظه دي اصلا. فلو انتوا عايزين تسيبوا لي افكار زياده عن الجيف اواي العالمي ده يا ريت تسيبوها لي في الكومنتس تحت الفيديو ده، بس يا ريت تقولوا حاجات ينفع فعلا الواحد يعملها. ومن خبرتي السابقه في جوائز قبل كده لناس كتير، اي حاجه فيها سفر محتاج ان انت تروح تقدم على فيزا او تاخد تاشيره للبلد اللي انت هتزورها في الاغلب بتفشل لان دي حاجه مش مضمونه ومش في ايدينا. فخلوا التفكير اكتر في حاجه ممكن فعلا انا اجيبها وابعتها للفائز ويستلمها وياخدها في ايديه. وانتظروا حلقه جديده قريب قوي 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 هنفذ فيها الحكم اللي عليا وهقول فيها ايه هو الجيف اواي العالمي التاريخي الاسطوري بعد ما اقرر من الافكار اللي في دماغي والافكار اللي انتوا هتسيبوها في الكومنت. كالعاده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدوس على الدايره دي عشان نوصل للمليون مشترك، لايك على يوتيوب، شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، ولو عايز تتفرج على الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا. كالعاده كان معاكم عمرو نصوحي واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام. ثلاثه.